البيج داتا. البيج داتا يعني ايه؟ جبت يعني تعريف بسيط جميل جدا بيتكلم على ان البيج داتا mainly used يعني في الغالب او في الاساس تستخدم عشان توصف حاجات heterogeneous. heterogeneous يعني حاجات مختلفة، حاجات من مصادر بيانات مختلفة، موقع داتابيز سنسور مش عارف ايه، heterogeneous حاجات يعني المخارج او الريسورسز طالعة منها بشكل مختلف، مثل حجمها غير طبيعي كبيرة جدا. And always unstructured or semi-structured. يعني ايه؟ البيانات بتاعتها تبقى unstructured او semi-structured. البيانات في الطبيعي بتبقى مكونة من structured data زي الداتابيز، في بيانات وفي علاقات، في بيانات ليها علاقة ببعضيها بتأثر على بعض بشكل ما. destructured في الغالب البيج داتا متبقاش كده، البيج داتا تبقى semi-structured مثلا. يعني ايه semi-structured؟ يعني مش structured قوي، زي مثلا ويب بيج مثلا معينه، في لينكات معينه، في تايتلز، في تكست، في صوره، يعني هي حاجه كده سايحه شويه، بس يعني مش سايحه خالص، وفي نفس الوقت ما هياش ستراكشرد ويل ستراكشرد زي الداتابيز، زي اي صفحه انت بتخش عليها مثلا، زي مثلا بوست على الفيس، يبقى في برضو في تاريخ، في مين اللي عمل، في شويه تكست في النص، في يعني سيمي ستراكشر. الان ستراكشر حاجات بقى تكست مكتوب كده زي وورد فايل كده ولا حاجه، حتى الورد ممكن نقول فيه شويه سيمي ستراكشر، لكن لو التكست مكتوب في نوت باد ولا اي كلام من ده بيبقى الوضع ان ستراكشرد خالص وصعب ان احنا نتعامل معاه. دايما البيج داتا تشتغل على ان ستراكشرد والسيمي ستراكشرد ديجيتال كونتنت. ديفيكالت تو بروسيس، صعب جدا نقدر نعالجها باستخدام التراديشنال داتابيز مانجمنت سيستم من خلال نظم اداره قواعد البيانات العاديه، طبعا ومن خلال التولز العاديه المشهوره بتاعتها او من خلال التكنيكس العاديه بتاعت الداتابيز مانجمنت سيستمز. عشان كده البيج داتا واخده حاجات هيتروجينيوس، حاجات ماسيف، حاجات ديستريبيوتد، يعني حاجات موزعه على اكتر من جهاز، جهاز واحد ما يقدرش يحلل البيانات دي، ولا سيرفر واحد ولا كلام من ده. وطبعا البيانات بتاعتها بتبقى من مصادر مختلفه زي ما قلنا. طيب احنا كده اخذنا بسرعه سريعا يعني بيج داتا. هنا زي بتعرف البيج داتا من خلال حاجه اسمها الفيز موديل. الفيز موديل دي موديل كده بيتعمل للبيج داتا بشويه كلمات كلهم بتبدا بحرف الفي، كلهم بيبداوا بحرف الفي، ولما بتجمعهم مع بعض كده بيبقوا يكونوا فكره البيج داتا. البيج داتا في الاساس انا حاطط هنا حاجه كبيره في النص كده اسمها فوليوم، اللي هي اماونت اوف داتا، اللي هي حجم البيانات. حجم البيانات هو اصلا الشراره اللي ترشقت فكره البيج داتا واللي ظهرت فكره البيج داتا. فالاماونت اوف داتا الفوليوم ده هو الجزء الاساسي اللي ظهر البيج داتا، اللي اسمها بيج داتا اصلا يعني فوليوم كبيره. في بقى حاجات تانية متنوعة موجودة على فكرة البيج داتا دي ومتعلقة بيها، زي الفيلوسيتي. الفيلوسيتي اللي هي الاستريم سبيد، اللي هي سرعة نقل البيانات وسرعة تواجد البيانات، دي مشكلة تانية موجودة في البيج داتا. من أهم الكاركترستكس أو المميزات أو الخصائص اللي بتتعامل معاها البيج داتا الفوليوم، حجم بيانات كبير. فيلوسيتي بيبقى دايما عندنا مشكلة في إن احنا عايزين نسرع الدنيا، لأن دايما تبقى الدنيا كبيرة جدا فالسرعة بتبقى بطيئة مع الداتا الكبيرة ديت، فدايما بيبقى عايزين سرعة. Variety هنا مقصود بيها different types of data، يعني مش الداتا مش تكست ولا داتا ايمجز صور ولا داتا فيديوز ولا داتا، لا ده كل دول مع بعض، فيديوز على صور على ايمجز على ديتس على مش عارف على باينري داتا على حاجات كده، بيانات مختلفه، على تكست على دوكيمنتس على بيانات، انواع بيانات مختلفه، دي طبعا موجوده جدا ومشهوره في البيج داتا. من ضمن المشاكل الثانيه الفاليو، الكوست التكلفه برضه فيها مشكله، التكلفه في الوقت، التكلفه في الحجم، التكلفه في الفلوس اللي تدفع للابلكيشنز، التكلفه بتبقى عندنا عامل مشكله كبيره جدا في مع البيج داتا كاركترستكس، رغم ان في ناس بتشيل الجزء ده مش مهم. فاليديتي ان هو طبعا ايه او فيراسيتي ديت اللي احنا بنسميها ايه يعني كواليتي اوف داتا. كواليتي اوف داتا يعني قد ايه البيانات ديت منسقة ومرتبة ونتيجتها دقيقة أو ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش بيانات سيئة، بنعمل إليمينيشن للنويز داتا أو البيانات اللي فيها لخبطة وكده. فـ الفيز دول طبعا في ناس تعمل 5 فيز زي ما أنا عامل، في ناس تعمل 3 فيز، في ناس تعمل 8 فيز، في ناس تعمل 10 فيز، وبيحطوا مجموعة من الكاركترستكس الثانية أو المميزات أو السمات الأخرى اللي بتميز البيج داتا، واللي ساعات ناس بتشرح اصلا البيج داتا من خلال الفيز موديل.
الموضوع اللي بعد كده بنتكلم عليه التشالنجز الاساسيه او الموضوع الاساسي بالنسبه للناس بتوع الاي تي اللي هم سواء كانوا مبرمجين او كانوا بتوع الاي تي انفورميشن تكنولوجي كلهم. طبعا في ديفيكالتس كتير في ان انا كابتشر الداتا اصلا واجيبها، في ان انا اخزنها، في ان انا سيرش فيها، في ان انا اعمل لها شيرنج، في ان انا اعمل لها اناليسز واحلل واطلع منها انسايتس او ستاتستكس احصائيات، ان انا اعمل فيجواليزيشن، ان انا اعرضها في شكل جرافس، ان انا اعمل كل دي يعني مشاكل كتير جدا. كل الناس بتتخصص في نقطه من النقط، عادي الناس بتتخصص في الاناليسز تبقى بتاع الداتا اناليسز وتحليل البيانات، في ناس بتشتغل في الفيجواليزيشن وازاي تعرض البيانات بشكل مفهوم وشكل فيه شويه شغل يوضح المعلومات. طبعا عمرنا ما نقدر نبص في حجم البيانات الكبير، لكن احنا بنقدر نشوف ايه احصائيه بسيطه جدا تعكس لك الفكره وخلاص، ان حجم الناس قد ايه او حجم اللايفز قد ايه او بتاعه خلاص. لكن صعب جدا ان احنا نقدر نعد بايدينا او نشوف او لا، طبعا السيرشنج، البحث، الستورج، التخزين الى اخره من المشاكل. لكن اهم موضوعين دايما بنركز عليهم، ازاي نهندل الداتا، ازاي نعالج البيانات، ازاي نعمل نصمم برنامج فعلي كويس يقدر يعامل البيانات اللي حجمها كبير جدا دي. ده اول تشالنج خلاص اساسي في وده مهم جدا، الناس بتدرس فيه حاجات كتير جدا عشان تقدر توصل للحته دي. وتاني حاجه مهمه جدا 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 ودي من غيرها بصراحه بحس ان جزء الهاندل الداتا ملوش اي لازمه، الريليفنت مينينج، لازم اوصل لمعاني ليها علاقه بالموضوع او استنتج معاني او اقدر افهم شيء عن البيانات الموجوده، ازاي اعمل تحليل عشان اقدر اكستراكت المينينج، الفهم عن البيانات الكبيره دي، عايز اوصل لمعنى مفهوم ودقيق، او اخد ديسيجن ميكنج او اساعد حتى ان انا اخد قرار افهم الناس، لا اكتر ناس بتخش بتعمل كذا، اكتر ناس بتعمل كذا، مش عارف ايه، فيبدا يبقى فيه قرار بناء على الداتا الكبيره جدا جدا اللي موجوده او اللي احنا بنعالجها دي. وطبعا ريليفنت مينينج استحاله يطلع من غير هاندل الداتا، لان صعب جدا ان احنا نقدر نعالج بشكل نقدر نفهم البيانات بالشكل الهيوج اللي هو الحجم كبير جدا جدا اللي بتبقى موجوده في البيج داتا.